بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة والطالبات، معكم دكتور عماد العجروني. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على البون أوستيو نكروزيس. زي ما تعودنا إن احنا بنعمل أوتلاين للموضوع اللي احنا بنتكلم عليه. فبالنسبة للبون أوستيو نكروزيس هنتكلم على الديفينيشن، نتكلم على الباثوفيسيولوجي، نتكلم على الإيتيولوجي، نتكلم على الدياجنوزيس والستيجنج والمانجمنت. يعني ايه اوستيونكروزيس؟ اوستيونكروزيس سيمبلي معناها بون ديس، يعني عبارة عن سيلولار ديس اوف بون كومبوننت ديو تو انتربشن اوف بلاد سبلاي، ذا بون ستراكشر زين كولابس ريزلتنج ان بين loss of joint function and long term joint damage. يعني بداية بيحصل interruption للblood supply، عشان كده بنسميه vascular necrosis. معناها ان مفيش blood supply. vascular معناها ان مفيش blood supply. necrosis معناها ان حصل bone death نتيجة interruption للblood supply لسيجمنت من البون دي. طبعا لما بيحصل interruption للblood supply بيحصل structural failure، يعني البون كومبوزيشن نفسه بيحصل فيه فيلير، وبعد الفيلير بيحصل كولابس، وخصوصا لو بيري ارتيكولار يعني حاجه قريبه من الجوينت فبيحصل كولابس resulting in pain و loss of joint function و long term joint damage. ده simply معنى الاوستيو نكروزيس. كلمه اوستيو معناها بون، نكروزيس معناها ديس. بعد ما اتكلمنا على الديفينيشن بتاع الاوستيوكروزيس هنتكلم على الباثوفيسيولوجي. الباثوفيسيولوجي احنا قلنا البدايه بيحصل انتربشن في البلاد فلو تو ذا بون. غالبا الاوستيوكروزيس بتافكت التيرمينال بون، يعني مين اللي بتافكت؟ هيد اوف ذا فيومر، هيد اوف ذا هيومرس، ديستال فيومر، ديت بتبقى تيرمينال بلاد سبلاي، يعني ذا اندس اوف ذا بون. يعني عشان كده الانسيدنس بتاعها بيبقى اعلى في البروكسيمال فيومر، في البروكسيمال هيومرس، في الديستال فيومر او الفيمورال كوندايل، والهيد اوف ذا تيلس والسكافويد. لما بيحصل عندي اوستينوكروزيس في كل حته من ديت غالبا بنوصفها باسم معين. يعني لما بيحصل انتربشن للبلد سبلاي بيحصل بعد كده بون مارو ديما، وبعدين يحصل زي ما قلنا ستراكشرال فيلير وزين كولابس، وبعدين بعد كده يحصل اوستوارثريتيك تشينجز في الجوينت. طيب احنا عارفين ان البلاد فيزلز، ان البون بياخد بلاد سبلاي من ارتري اللي هو بنسميه نيوترنت ارتري، بيخش البون بيعمل ساينوسايتس وبعدين كابيلاريز وبعدين يدي لفينوس درينج. طيب عشان يحصل انتربشن للبلاد سبلاي سيمبل كده، يا اما حاجه تحصل انترا فاسكولار يا اما حاجه اكسترا فاسكولار. يعني الانتربشن بتاع البلاد سبلاي عندنا ده يا تحصل حاجه جوه الفيزل يا تحصل حاجه بره الفيزل. جوه الفيزل بنسميها انترا فاسكولار، ناخدها من اول الارتري، ممكن يحصل ثرومبوزس كواجلوبس، ممكن يحصل على البلاد كابيلاريز كواجلوبسز برضه، لو زي ديزيزز عندنا زي السيكل سيل ديزيزز او الهيموجلوبينوباسيز، كل الحاجات ديت ممكن تعمل لي كواجلوبسز انترا فاسكولار. كذلك في الفينوس ستيزيس، لو حصل عندي في الفينوس درينج مشكله يبقى كل الكلام ده انترا فاسكولار. اكسترا فاسكولار بقى بنتكلم من قبل الارتري ما يخش البون
وبعد ما الأرتري يخش البون أو قبل الفين ما يطلع من البون وبعد ما يطلع. لو قلنا إكسترا فاسكولار وإكسترا أوسوس، يعني حاجة بتأفكت البلاد فيزل من برة قبل البلاد فيزل ما يخش البون، يبقى إكسترا فاسكولار وإكسترا أوسوس، زي ما بيحصل عندنا في الفراكشر نيك اوف ذا فيمر. ماشي، وده بانتربت نتيجة الكابسولار هيماتوما، بانتربت البلاد سبلاي قبل ما يخش البون. يعني لو جينا نتكلم على ان اكسترا فاسكولار انترا اوسوس، فنقول ان لو حصل بون مارو اديما تأفكت البلاد كابيلاريز اللي موجودة فتعمل لنا انتربشن للبلاد سبلاي. احنا فهمنا الباسفسيولوجي بتاعت الافاسكولار نكروزيس، وقلنا ان اسبابها بتبقى حاجة يا اكسترا اسوس، يعني حاجة قبل ما اليوترينت ارتري يخش البون، يا انترا اسوس. وسواء اكسترا اسوس او انترا اسوس بنقول ان هي هل هي انترا فاسكولار حاجة جوه الفيزل ولا اكسترا فاسكولار. لما جم يتكلموا على الباسوفيسيولوجي فقسموها الى اربعة استيج. استيج اولانية اللي هي في اول 48 ساعة، من 12 ل 48 ساعة بيحصل بتبقى الاستيج اوف انوكسيا، يعني بيحصل بون كروزز بعد من 12 ل 48 ساعة من الانوكسيا. في الاستيج دي ما بيلحقش يبقى في عندي اي بون تشينجز، يعني النكروتيك بون في المرحلة دي زيه زي نورمال بون، ما فيش اي مايكروسكوبيك تشينجز. علشان كده لو عملنا له راديولوجيكال انفستيجيشن ما بيلاقيش فرق خالص ما بينه وبين النورمال بون. طيب ستيج 2، ان احنا بعد ما حصل انتربشن للبلاد سبلاي للبون بيحصل بعد كده رياكتيف نيو بون فورميشن اراوند ذا نيكروتيك بون، ويحصل جرانيوليشن تيشو فورميشن على البون وبون اسكليروزس. بدايه في المرحله ديت بيحصل ان مع الانتربشن بتاع البلاد سبلاي بيحصل بون مارو اديما، فيحصل رياكشن ورياكشن فاسكولار. فالرياكشن الفاسكولار ده بيزود البلاد سبلاي، بيحاول اراوند ذا اريا اوف بون نكروزس. تعرفين طبعا ان الفلويد بيبان في الاكس راي لونه ايه؟ يميل الى السواد الفلويد. علشان كده نبص نلاقي ان في المراحل الاولانيه خالص، المرحله الثانيه، ان البون تظهر فيه لوكالايزد اريا اوف لو دينستي، يعني حته كده زي اوستوبروتيك، يعني اللون بتاعها اقل في الدينستي من النورمال بون. طيب بعد ما يبدا يحصل رياكتيف نيو بون فورميشن والفاسكولاريتي ديت بتديك اريا اوف لو سيجنال في الام ار اي، يبقى دي اول بدايه الانفستيجيشن. لما نبدا نعمل ام ار اي انفستيجيشن احنا في المرحله الاولانيه اللي هي الستيج اوف انوكسيا ديت، مش هنبدا نشوف اي حاجه اللي احنا بنسميها بري كلينيكال او زيرو ستيج، مش هنلاقي فيه اي تشينجز سواء في الاكس راي او الام ار اي. في المرحله ديت هنبدا نشوف الحاله اللي بعدها، نبدا نشوف في الام ار اي الفلويد بيبان لو سيجنال يعني اقل، فنلاقي فيه اريا اوف هايبودينستي. خلاص الاريا اوف هايبودينستي ديت جت نتيجه الرياكتيف فاسكولار رياكشن او نتيجه الفاسكولار رياكشن والهايبريميا حوالين الاريا اوف بون نكروزس، فبيبان لي في الام ار اي كاريا اوف لو دينستي. خلاص وتبدا تظهر في الاكس راي كهايبودينس اريا، بعدها يبدا رياكتيف نيو بون فورميشن
وسكلوروزيس. النيوبر فورميشن بيعمل كالسيوم ديبوزيشن والكالسيوم يبدا يبان وايتش في الاكس راي، فيبدا يظهر في المرحله اللي بعد كده اريا اوف هايبودينستي، حواليها اريا اوف هايبردينستي. ماشي. الاريا اوف هايبردينستي ديت قلنا نتيجه رياكتيف نيوبون فورميشن. طيب بعد كده نبدا نخش في المرحله الثالثه الا وهي مرحله الاستراكشرال فيلير. مرحله الاستراكشرال فيلير ديت بيبدا يحصل كراكس. الكراكس ديت خصوصا في الارتيكولر كارتليج يبدا يحصل كولابس. الكراكس دي بنسميها سبكوندرال فراكشر. سبكوندرال فراكشر ودي تبان لنا في الاكس راي، وبعدها على طول يبدا يحصل كولابس خصوصا في جوينت زي الويد بيننج زي الهيب جوينت، يبدا يحصل كولابس على الارتيكولار سيرفيس. بعد ما يحصل كولابس الجوينت بيبقى الارتيكولار سيرفيس ما عادش ريجولر، فيبدا يخش في سكندري اوستو ارثرايتس. سكندري اوستو ارثرايتس ودي المرحله الرابعه او المرحله الاخيره من الاوستيونكروزس، ان هي تبقى كومبليكيتد باي سكندري اوستيو ارثرايتس. بكده نبقى احنا عرفنا الباث فيسيولوجي بتاعه الاوستيونكروزس او الاستيجز بتاعه الاوستيونكروزس، وهنبدا نتكلم على الايتيولوجي. وقلنا ان الاوستيونكروزس ديت ممكن يبقى السبب الرئيسي نتيجه الانتربشن بتاع البلاد سبلاي، فالسبب ممكن يكون تروماتيك، حصل فراكشر والفراكشر افكتنج ذا نيوترنت ارتري. الحاجه الثانيه ان ممكن يكون حصل فيها زي كابسولار هيماتوما، والكابسولار هيماتوما عمل كومبريشن عن نيوترنت ارتري، ده اللي هو التروماتيك. في بقى نون تروماتيك كوزس، يعني احنا لما نتكلم على الايتيولوجي هنقول ان فيها تروماتيك كوز ونون تروماتيك كوز. النون تروماتيك كوز اول حاجه فيها ايديوباثيك، مش معروف السبب ايه. تاني حاجه ممكن يحصل انفكشن، احنا قلنا تروماتيك انفلاماتوري او انفكشن، والانفكشن ديت زي اوستيومايلايتس. والاستيومايلايتس بعد كده ما نتكلم عليها هتبقى عارفين ازاي ان احنا لما يتكون بص جوه البون ويعمل كومبريشن على النيوترينت ارتري وبالتالي يأفكت البلاد سبلاي لسيجمنت من البون فيحصل فيها اوستيونكروز. ماشي كده؟ يبقى قلنا ديوباسيك وانفكشن ونيوبلاستيك. لو حصل ان احنا عندنا فيه مارو انفلتريشن، بون مارو انفلتريشن نتيجه مالجنسي او نيوبلازيا، ده بيأفكت عندنا البلاد سبلاي للبون ونخش في الكاسكيد بتاع الاوستيونكروزس. حاجات تانية عندنا اللي هي ميتابوليك ديس اوردرز زي الهايبرليبيديميا زي الجوت زي الرينال فيلير او الرينال ترانسبلانتيشن زي البريجنانسي. احيانا اوستيونكروزس للهيب تحصل بعد البريجنانسي او الليبر. كمان في هيماتولوجيكال ديزيزز زي السيكل سيل ديزيز، ان الار بي سيز نفسها فيها بيحصل فيها سيكلينج بتتجمع فتكون لنا زي ثرومبس وتافكت الكابيلرز او تافكت الارتيريال بلاد سبلاي لسيجمنت من البون. زي الهيموجلوبينوباسيز وزي ثرومبوفيليا. وعندنا حاجه زي الكونكتيف تيشو ديزيز زي سيستميك لوبس. عندنا برضو حاجات زي سليبت كابيتال فيمورال ابيفسيز زي البيرسيز ديزيز. يبقى احنا ملخص الايتيولوجي ان احنا قلنا تروماتيك كوز ونان تروماتيك كوز، والنان تروماتيك قلنا ممكن يبقى ايديوباثيك انفلاماتوري ميتابوليك نيوبلاستيك ديزيز
هيماتولوجيكال بقى سواء اورثوبيديك ديزوردرز والبريجنانسي. واحيانا دراجز واشهرهم الكورتيكوستيرويدز. ومن وزي الكورتيكوستيرويدز الالكحوليزم، الناس اللي هي الكحول ادكت والناس اللي بتاخد راديو ثيرابي لقوا ان في نسبه منهم بيحصل لهم بون اوستيونكروزيس، لكن كومن قوي يحصل مع الكورتيكوستيرويد. تفسير الاوستيونكروزيس اللي بيحصل مع الكورتيكوستيرويد سام سيز ان الكورتيكوستيرويد بتنترفير مع البودي ابيليتي، لان هو بريك داون الفاتي سبستانسز. علشان كده الفاتي سبستانسز ديت بتبدا تتراكم وتاكيموليت وتعمل لنا بلاج للارتيريال بلاد سبلاي، فتافكت او تانتربت البلاد سبلاي للبون وتقلل الكميه اللي واصله للبون، فيحصل بون اوستيونوكروزيس. طيب بعد ما اتكلمنا على الباثوفيسيولوجي واتكلمنا على الايتيولوجي، نتكلم على الدياجنوزيس. وزي ما احنا متعودين لما نيجي نتكلم عن الدياجنوزيس بنتكلم في 3 بوينت. اول بوينت هي الهيستوري، تاني بوينت هو الكلينيكال دياجنوزيس، تالت بوينت هي راديولوجيكال دياجنوزيس. لو جينا نتكلم على الهيستوري، فاول حاجه بنسال عليها هل في هيستوري اوف تروما، هل في هيستوري اوف كورتيكوستيرويد يوز باست هيستوري، او البيشنت من ضمن الهابتس بتاعته الكحوليزم ولا لا، ده غالبا اكتر بره مصر يعني. وهل في ميديكال كونديشنز زي مالجنسي او ثرومبوفيليا او سيستيميك لوبس او سيكل سيل ديزيز، كل ده بنعرفه من الهيستوري. تاني حاجه بنبدا نعمل زي كلينيكال دياجنوزيس او كلينيكال اكزامينيشن. ايام بتاع الاوستيونكروزيس بيجي يشتكي من بين، البين ده بيبقى بروجريسيف والسيفيريتي بتاعته او الديجري بتاعته بتكورليت مع الافكتد جوينت مع الاريا اوف اوستيونكروزيس، حسب الحجم بتاعها واللوكيشن بيبقى السيفيريتي بتاع البين. ماشي؟ يبقى احنا قلنا العيان بيشتكي من بين ونلاقي فيه تندرنس على البون، بنيجي لو الاوستيونكروزيس افكتنج الويت بيرنج جوينت زي ما قلنا الهيب او الني او الانكل، فنلاقي العيان ابنورمال جيت. وقلنا في الاوستيوارثرايتس لو انتوا فاكرين ان في حاجه اسمها انتالجيك جيت او بينفول جيت. بينفول جيت ديت معناها شورت ستانس جيت، العيان بيقلل الفتره اللي بيحط رجله فيها على الارض ويزود الفتره اللي هو السوينج فيز اللي بيرفع رجله فيها عن الارض. يبقى من ضمن الكلينيكال ساينز اللي احنا بنشوفها بنلاقي العيان ليمبنج وانتالجيك جيت، وبنلاقي كمان فيه ريستريكتد رينج اوف موشن، واحيانا نلاقي فيه جوينت ديفورميتي او ماسل ويستنج ديو تو افكشن للموشن بسبب الاوستيونكروزيس يعني. طيب احنا اتكلمنا على الهيستوري واتكلمنا على الكلينيكال دياجنوزيس، هنيجي نتكلم ازاي نعمل راديولوجيكال دياجنوزيس. عشان نشخص الاوستيونكروزيس بنعمل انفستيجيشنز عباره عن اكس راي وسي تي وام ار اي وبون سكان. لو انتم فاكرين من الباثوفيسيولوجي احنا قلنا في الاكس راي نبدا نشوف في المراحل الاولانيه، بيبقى انيشيالي في اول 3 شهور ممكن ما تشوفش اي ساينز موجوده في الاكس راي، ده الاكس راي نورمال. ممكن بعد كده تبدا تشوف سكلوروزيس، وقلنا السكلوروزيس دي سببها الرياكتيف نيو بون فورميشن. نبدا بعد كده نحس ان الجوينت بقى فلاتنت بدل ما هو واخد
الهيمسفيريكال ابيرنس بتاع الهيد اوف ذا فيمر فور اكزامبل يعني يبدا يحصل فلاتنينج او سب كوندرال ريديوليوسنت لاينز، ودي بنسميها كريسنت ساين. او نبدا في الليت ستيجز نلاقي فيه كولابس او سكندري استرو ارثرايتس. ديت الحاجات اللي نقدر نشوفها في الاكس راي. طيب السي تي، السي تي بيقدر ياسس الاريا اوف كالسيفيكيشن، الاكستنت بتاع الاريا اوف كالسيفيكيشن، اللوكيشن بتاعها، السايز بتاعها، يقدر يشوف لي يكتشف الديفورميتي بدري عن الاكس راي. يعني لو عملت العيان اكس راي وسي تي، السي تي كان ديتكت الديفورميتي ايرلي، وان السي تي كمان بتشو الكالسيفيكيشن والبون كولابس ايرليير زان اكس راي. طيب ممكن نحتاج نعمل ام ار اي، والام ار اي في الاوستينوكروزيس 90% سنسيتيف، وكان ديتكت تشينجز ايرلي، وطبعا تقدر تدايجنوز منها البون مارو اديما والاريا اوف هايبو دينستي والرياكتيف نيوبون فورميشن. طيب ممكن نعمل بون سكان. في البون سكان انتوا عارفين ان احنا بنشوف يا هوت سبوت يا كولد سبوت. هنا هنشوف هوت سبوت ليه؟ لان فيه هايبر فاسكولاريتي، فيه رياكتيف نيوبون فورميشن وفيه هايبر فاسكولاريتي، فيديني هوت سبوت مع البون سكان. طيب نتنقل بعد كده بعد الدياجنوزيس على الستيجنج. اشهر سيستم للستيجنج في الاوستينوكروزيس سيستم اسمه فيكات، وده بيقسمها الى 5 ستيجز، بتبدا من 0 1 2 3 4، واحنا قلناها قبل كده لان هو بيعتمد على 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 الباس فيسيولوجي بتاع الديزيز، واحنا قلناها ضمنيا في وسط الباس فيسيولوجي. يعني ستيج 0 دي قلنا اللي هي البري كلينيكال ستيج اللي ما فيش كلينيكال مانيفستيشنز موجوده، وراديولوجيكال كمان ما فيش في الاكس راي اي تشينجز موجود. المرحله الاولانيه بالنسبه له اللي هي قلناها بتاعه اللوكالايزد اوستيوبروزيس او الديفيوز اوستيوبروزيس في الاريا اوف اوستيونوكروزيس، وقلنا سبب الاوستيوبروزيس ديت عباره عن ان لما حصل انتربشن للبلاد سبلاي وحصل زي بونديس او اوستيونوكروزيس وحواليها الرياكتيف نيو بون فورميشن. في المرحله الثانيه قلنا بيحصل بعد كده رياكتيف نيوبون فورميشن و اريا اوف سكلوروزيس او هايبر دينستي. المرحله الثالثه بيبدا يحصل عندنا فلاتنينج و كولابس. المرحله الرابعه بيبدا يحصل معاها سكندري اوستارثرايتس ويز جوينت سبيس ناروينج. يبقى قلنا ديت الستيجز بتاعه او الفكات ستيجنج هي غالبا ماشيه مع ايه الباثوفيسيولوجي بتاعت الاوستينوكروزيس. ودي طبعا صوره بتوضح لنا الستيجز اوف اوستينوكروزيس على الهيب جوينت، والاكس راي فايندنج في الستيجز واحده، ستيج واحد، ستيج اثنين، ستيج ثلاثه، ستيج اربعه. كمان السلايد اللي بعدها بتورينا في الكريسنت ساين اللي هي موجوده على الهيد، تورينا الفلاتنينج اللي حصل في الهيد اوف ذا فيمر ازاي بعد ما حصل كولابس، ان الهيد بدل ما تبقى واخد الشكل الهيمسفيريكال بدات تاخد بدا يحصل لها فلاتنينج. والمرحله الاخرانيه اللي هي اللي هي سكندري اوستيو ارثرايتس. ودي السلايدز اللي بتبين لنا الام ار اي شوينج لوكالايزد اريا اوف لو
سيجنال على الهيب جوينت والبون مارو إديما. بعد ما اتكلمنا على الستيجنج هنتكلم على المانجمنت اوف اوستيونكروزيس. طبعا احنا متعودين ان احنا المانجمنت ده بنقسمه على حسب سن العيان، على حسب الستيج اوف ذا ديزورزا، هل الاوستيونكروزيس ديت ايرلي ولا ليت، على حسب اللوكيشن والسايز اوف بون افكتد. طيب لو جينا نتكلم في الاول على الكونزرفاتيف تريتمنت، فاحنا بندي العيان ميديكال تريتمنت تو ريديوس البين، وقلنا زي ما قلنا في الاوستيوارثرايتس ان احنا بندي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري او حاجه تي ريديوس البين وحاجه انتي انفلاماتوري. الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل ويت ريدكشن تو سلو داون ذا دامج اند بروموت الناتشورال هيلينج. وزي ما بنعمل ويت ريدكشن ممكن نخلي العيان يستخدم كراتشز او عكاز، وده عشان نحنا نقلل اللود او الاستريسز اللي موجوده على جوين. ممكن ان احنا نعمل للعيان فيزيوثيرابي، والهدف من الفيزيوثيرابي ان احنا تو مينتين الجوينت موشن او تو مينتين الرينج اوف موشن، انكريز السيركيليشن في الجوينت اند ات كان بروموت هيلينج اند ريليف البين اند سترينثنج ماسل اكسرسايز علشان تو مينتين المسل باور. طيب لو في الليت ستيجز او في حاله الفيلير اوف كونزرفاتيف تريتمنت بنلجا للسيرجيكال تريتمنت. السيرجيكال تريتمنت عندنا في حالات الاوستيونكروزيس لو احنا هناخد الهيب جوينت، بما ان كفور اكزامبل يعني، فاحنا السيرجيكال تريتمنت عندنا بيتقسم الى ثلاث حاجات. اول حاجه هي عباره عن حاجه بنسميها كور ديكومبريشن، الحاجه الثانيه ان احنا بنعمل استيوتومي، الحاجه الثالثه ارثروبلاستي. ايه حكايه الكور ديكومبريشن ديت؟ الكور ديكومبريشن دي عباره عن ان احنا بنشيل جزء من الانر لاير من البون. طيب هنستفاد ايه؟ اول حاجه ان احنا لما نشيل جزء من الانر بون، يعني فور اكزامبل مثلا الهيب جوينت بنشيل جزء من النيك اوف ذا فيمر والهيد من الانر تيبل الاندوستي، وده بيعمل لنا زي التانل او اريا بيحصل خلالها نيو بلاد فيزل فورميشن، وفي نفس الوقت بنقلل الانترا اسوس بريجر. احنا قلنا ان بيبقى فيه انكريز الانترا اسوس بريجر بتعمل كومبريشن على النيوترنت فيزلز فتقلل البلاد سبلاي للبون. فاحنا لما بنرموف الانر لاير بتاعه البون فبنقلل البريجر اللي هو انترا اسوس، وكمان بنعمل تانل فور نيو بون او نيو بلاد فيزل فورميشن. بعض الناس بعد ما بنشيل كور من الانر لاير اوف ذا بون ممكن بعض الناس بيأسبيريت بون مارو ويعمل له انجكشن في التانل دي، وبعض الناس بيحط فاسكولارايزد فيبولار جرافت، يجيب جزء من الفيبولا بالبلاد سبلاي بتاعها ونحطه في التراك، وكل ديت محاولات ان احنا تو ريجين ذا بلاد سبلاي تو ذا هيد اوف ذا فيمر. ودي سلايد بتورينا ازاي ان احنا بنعمل كور ديكومبريشن في الهيد او في الهيب جوينت، والسلايد بعدها بتورينا ازاي ان احنا
نحط vascularized fibular graft. نتنقل بعد كده للمرحلة التانية من العملية وهي الاستيوتومي. واحنا في الاوستيوارثرايتس قلنا ان الاستيوتومي اللي احنا بناخدها بنعملها في الاوستيوارثرايتس الهدف منها ان احنا نعمل ريالاينمنت تاني للور ليمب. انما في الافاسكولار نكروزس بيبقى الهدف بتاعنا في الاستيوتومي بنعمل حاجه اسمها غالبا بتبقى انجولار استيوتومي. يعني ايه انجولار استيوتومي؟ يعني احنا بنعمل بنقص العظمه ونرجع نغير الزاويه بتاعه العظمه، والهدف منها ان احنا ريلوكيت اريا اوف اوستيونكروزيس اواي فروم ذا ويت بيرنج اريا. يعني لو حصل اوستيونكروزيس في جزء معين في الهيد اوف ذا فيمر، لو احنا عملنا اوستيوتومي على البيز اوف ذا نيك اوف ذا فيمر او على التروكانتيك اريا ولفينا الهيد بتاعه الفيمر جوه الجوينت، هتصبح النقطة او الاريا اللي حصل فيها اوستيونكروزيس بدل ما كانت في الويت بيرنج اريا اتغيرت لنون ويت بيرنج اريا، بمعنى ان احنا حولناها من ويت بيرنج اريا حصل عليها كولابس الى نون ويت بيرنج اريا. وده الهدف الاساسي من الاستيوتومي. يعني بنبدأ ناخد ويدج من العظمة ونلف العظمه ونرجع نثبتها تاني بحيث ان راس الزاهد اوف ذا فيمر تبدا تبقى ري اورينتد تاني علشان الجزء اللي هو افكتد او نكروزد بدل ما يبقى في الويت بيرنج اريا يبقى في النون ويت بيرنج اريا. ودي صوره بتبين لنا بعد ما عملنا سبتروكانتريك بالجس استيوتومي على الهيب جوينت، وازاي ان احنا قدرنا ان احنا ريلوكيت الاريا اوف اوستينوكروزيس من الويت بيرنج اريا الى نون ويت بيرنج اريا. بعد كده استيوتومي نتكلم على الارثروبلاستي. والارثروبلاستي قلنا ان احنا this is a treatment may be needed in the late stages of osteonecrosis لما يبقى affected by secondary osteoarthritis وaffecting the articular surface قلنا، فنضطر ان احنا نعمل joint replacement سواء في الهيب فبنعمل total hip replacement او في اي joint بنعمله joint replacement. الهدف الاساسي من الارثروبلاستي هو البين ريدكشن، واحيانا يبقى الارثروبلاستي هو الحل الاخير او النهائي بالنسبه لنا لما يكون الارتيكولار سيرفيس كله افكت. ودي صوره بتبين لنا ازاي العيان اللي عندنا ده في بايلاترال هيب افاسكولار نكروزيس وازاي ان احنا عملنا له توتال هيب ريبليسمنت. والسلايد اللي بعدها بتبين لنا اوستينوكروزيس في الهيد اوف ذا هيومرس وازاي اتعمل له هيب في الشولدر اوستينوكروزيس اوف ذا هيومرال هيد وازاي ان احنا عملنا له شولدر ريسيرفسنج تو منتين الارتيكولار كارتريج او منتين الارتيكولار سيرفيس. بكده نكون احنا غطينا معظم النقاط بالنسبه للاوستينوكروزيس. اتكلمنا على الديفينيشن، اتكلمنا بعد كده على الباس فيسيولوجي والستيجز اللي بتحصل، اتكلمنا بعد كده على الايتيولوجي بتاعته، وقلنا ان هي تروماتيك كوزس ونان تروماتيك كوزس، وقلنا النان تروماتيك كوز دي ممكن يبقى ديوباسيك انفكشن يوبلاستيك ميتابوليك دراجز هيماتولوجيكال او ممكن مع البريجنانسي او الدراج زي الكورتيكوستيرويد.
قلنا بعد كده ازاي نعمل دايجنوزس للاوستيونكروزيس سواء من الهيستوري او كلينيكال دايجنوزس او راديولوجيكال دايجنوزس زي الاكس راي زي السي تي زي الام ار اي زي البون سكان. وقلنا الستيجنج واشهر ستيجنج سيستم للاوستيونكروزيس هو الفيكات سيستم. واتكلمنا بعد كده على التريتمنت اوف اوستيونكروزيس على حسب سن العيان على حسب الستيج اوف ذا ديسوردر على حسب size and the location of the affected bone. وقلنا الconservative treatment والoperative treatment عندنا اللي بيتكون من ثلاث عمليات الكوردو كومبريشن والاستيوتومي والارثروبلاستي. بكده نكون اعزائي الطلبه انتهينا من موضوع الاوستيونكروزيس. اتمنى يكون الشرح وافي بالنسبه لكم، ولو في اي اسئله او تعليق اتمنى ان احنا نسمعها ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.